السلام عليكم. قبل ما نبدا في اللقطات وفي المقطع حاب اقول لكم اذا حاب تفيدني شخصيا روح لايتم شوب بعدين سبورت كريتر تحت. اذا انت بلاي ستيشن تضغط مربع بس وراح يدخلك على هذا الشيء. هنا تكتب VSLWMX راح اكتب لكم الكتابة اللي تكتبها اللي هي حسابي في بيج جيمز. بعدين تضغط اكسب وبعدها مثلا لو بتشتري مثلا هذه الرقصة يقول لك this purchase helps support VSLWMX. يعني هذه اذا انت بتشتري اي شيء من لايتم شوب راح يدين منه نسبة ما راح يزيد عليك في السير ولا يخفضون عليك في السير. النسبة راح اخذها من ابيك جيمز من ارباحهم. فيا ليت الكل يحط في السبورت كريتر اسمي VSLWMX اكس اكون شاكر لك قسم بالله لانه راح يفيد مرة كثير. هذا كان عندي ان شاء الله. ان شاء الله ما تنسون تحطون الكود حقي اللي هو VSLWMX وخليكم على المقطع. ان شاء الله تستمتعون. لا تنسوا اللايك. هذه اللقطة وغيرها من اللقطات ماخذها من البث المباشر على تويتش. الرابط تحت في الديسكريبشن. تقريبا شبه يومي بث بعد صلاة العشاء فخليكم دائما موجودين هناك. سووا فولو قريب وصل 5000 متابع هناك. لا تنسون تسوون فولو. الرابط في الديسكريبشن. اوه وات كيف شفته؟ طاير رات ما ادري ايش ذي. يا ساتر في ناس ورانا. ها يا رب يقلع ام النسكوم. والله لازم اخذ ربنا حتى لو دمج من الزون. يا رب يطلع كم فير وجهك. باقي اكثر من 3 تيمات او 2 3 اوت. سلير ايش انا بموت. شت بموت. جي لحقت على الفاير يا عيال. ايش رايك بالانقاذ؟ خذيت فاير وخذيت سلير. شوف انقذتكم. دمجت 2 80 لا طيح دماء. واحد نوك شلته شتني مفيد انا العظيم. قدام في واحد وين تحت؟ شوف واحد يمين واحد 335 واحد بوش واحد بوش. اعطيت 90 اعطيت 90 ما يموت. 90 سلوم عيال ترى بيت يطلقون علي. واحد تحت اليمين البي شو اسمه الزون عندهم. اشوف البيس بس ما اشوفه. جبت نك اي واحد جبته. انجاله خشيره كس طيحت جوردن. هذا هو جوردن عندك. في لامة طيب بتراب عندي واحدة يا بحتة. لا اخوي تفنش دون ما مات ابي وفايت يعني لذيذ. روح انت بتلعون. رحت وين اروح بعد؟ اوه هنا شباب بس. يا اخي ليش يا اخي يسرى كاملة يا اخي. ايوه باب بو صعب ليش؟ حط هذا يا شباب ما سويتكم شيء يا شباب. عم اللعب خلصت ماردة. او ماي جودنس حتفه يا
امه ابقى انا ايش فيني والله السبيك ذا والله حاول بشيلك قريب تعال تاخذ هذا عندي بكشيب اصبر لا تشرب يمكن القى سلير شفت سلير والله اني يا اخي اني فله يا اخي جبت هيد لا لا لكبتني اوكي مت انا فيصل جي جي وات فيصل ذبح نفسه بموت 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 من الزون بموت الزون اما ترى ما بقى الا واحد ما ادري اثنين واحد نوك طايح سنايبر ذا الحين حطيته ون شوت تفقع اوهو تفقع ما تفقع ما عندي يا شيخ تمام يا شوتجن اثنين نوك ها يضرب وات شفته دقيقة بقى متكت هذا ما عندي انا مت صبر صبر جهاز تكفى ضيع وقت تكفى ضيع وقت شلت يا وحش لسه في واحد تحت في البيت اصبر اصبر بعش ثقبة ما تكت صح وات وينه شلته ايوه اللي فوق اللي فوق اللي فوق باقي باقي واحد لفرين يلا يلا لوت نزل نزل تكفى تكفى انت بيسار ها؟ ايش فوق؟ ها فطاير انزلنا 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 انزل لو ترى الثاني اعطيت هيد الثاني لو 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 تفلى يموت ما يموت جهاد وراي واحد انزل 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 حاول تنزل حاول تنزل ثلاثة ثلاثة شت والله ما اقدر اسوي شيء جهاد هذا هذا اسبن اسبن جيم جام تروح اه قهر حلوين ما معي موارد يا ساتر يا رب اه وش في الريلوست لسه في جيم لا بس عندي مبرو ايش دخل لسه نوب ترى
بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. اذا تهتمون للفوز اكثر من لقطات اكتبوا لي في الكومنتات تحت، ويا ريت اشوف دعم لهذا المقطع، ان شاء الله يعجبكم. اللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات اهم شيء، واشوفكم على خير.